كان لكعب بن مالك كما عند البخاري كان له مال على ابن أبي حدرد، فطالبه كعب بن مالك فارتفعت أصواتهما، فسمعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا كعب ضع عن هذا الشطر، يعني نصف مالك تصدق به عليه. فدل هذا على أن الصدقة في المسجد جائز بدليل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إعفاء الدين صدقة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم لما أتى وفد من مضر وآثر الفقر عليهم، خطب صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، وأتى آت بحفنة من طعام كادت يده أن تعجز عنها، وإذا بالناس يتتابعون في الصدقات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها.